FM. الكلمة ليك. نحكيو على عرض الليلة. عرض الليلة في مهرجان الحمامات الدولي، عرض مسرحي راقص وإلا راقص رقص مسرحي مع مخرج العمل. نفهموا أكثر الفرق بين المسرح والرقص، ولا شنو التقابل بيناتهم، الرقص المسرحي ولا المسرح الرقص. نجيب خلف الله، مرحبا، أهلا وسهلا بك مخرج مسرحية ألهاكم التكاثر. أهلا وسهلا أستاذ حسام، مرحبا بك. عجبتني أستاذ حسام. أستاذ نجيب شنو حويك؟ العمل هذا اللي بوليميك كبيره صارت عليه السنه، برشا حكايات، برشا اخذ ورد، برشا كتبت على العمل هذا، كتبت على المجريات تاع العمل. تو نرجعوا بعد نحكيوا على اللي صار. العمل انتاج المسرح الوطني 2017. خلينا نفهموا الموضوع من الاول. الساعه شنو العرض الليله، مسرحيه والا عرض رقص؟ وما نجموش نقولوا بالمداول، ما يعني ما نجموش نقول عليها مسرحيه، لانه بالاساس ما هيش ترتكز على نص، بل بالعكس هي لغه سانتا، معناها على الحركه، على الجسد، على الجسد، على الحركه، في انفعالاته، في وضعياته، في حالاته، في مواقفه. دونك هي عمل راقص، ولكن نقول رقص مسرحي لانه فما كتابه دراميه، فما اخراج، وفما رؤيه، تصور كامل، تصور كامل مسرحي، فما طرح بنفس الطريقه اللي نتعاملوا بها مع النص المسرحي. لهذا تشوف انت عمل المسرح صامت. دونك ثم خرافه في العرض، هي ماهيش خرافة بقدر ما انه تساؤلات، هما اقتراح يعني بكل بساطة، بكل تواضع، اقتراح متاع تشوف في العمل نتيجة متاع اجا نتصالحوا مع رواحنا دابور من خلال قراءة العمل من في تطوراته، والاقتراح متاع هيد ان نظفوا رواحنا ساعة بما معناه هكا في الانيكدوت صار في العمل، باش نجموا نتصالحوا مع بعضنا، باش نجموا نقدموا اليد في اليد رغم اختلافنا. رغم الاختلاف. ميلاد العمل هذايا جاء من المعيش نتاعنا، من اللي صار في البلاد، والا هو هذا مؤكد لانه احنا عشناه مع بعضنا التوانسه الكل رغم اختلافاتنا. جانفي اللي صارت فيها الثوره، معناها من وجهه نظر نجيب خلف الله اني انا جدت عليا الحقيقه، فتاتر مانيش مسيس برشا، دونك امنت صدقت انه صار منظومه كامله انهارت. مش نعاودوا نأسوا الجمهورية الجديدة، نقولوا احنا مبنية على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى العدالة الاجتماعية وعلى شعارات اللي ترفعت في المرحلة هذيك، واللي أغلب التوانسة أمنوها الحكاية، ولا باش من بعد نوصلوا علاش جات إليكم التكاثر وعلاش جات في وقتها. معناها ما فما حتى شيء بالصدفة، هي معناها تسلسل وتراكمات نتاع حالة إحباط وحالة مش منقولش يائس، من حالة إحباط وبعد دخلنا في هستيريا ومن بعد. دونك أنا كمواطن قبل نكون جريت لسان ولا كوريغراف ولا رقص ولا اللي هو، أنا مواطن ونتبع ونلاحظ ونتفاعل. فست سنين بعد شنو رينا، ولا شنو الخلاصة ولا الحوصلة اللي خرجنا بها؟ ما شفنا كان صراع على السلطة وعلى المصلحة الخاصة وعلى المحاصة وعلى عدم وجود رجل مناسب في المكان المناسب. بالتالي بالملموس وفي نقولش قطاعات الكل، في اغلب المجالات شيء ماشي التالي ليس القدام. في نفس الوقت هذا كان شعار، هذا في الاجتماعي، في السياسي، في المشهد اللي اثر على التوانسه كل. اكيد قراءه نجيب خلف الله اكيد باش تكون، والا كانت بالاساس مسرحيه، كتابه، كوريغرافيه على الركح، قراءه للمعيشه الكل اللي عشناها في السنوات هذوما كل. دونك هذا البروجي الهاكم التكاثر، هذا علاش جاء الهاكم التكاثر، سينو كان الحكايه مشات في ثنيه اخرى، راه ما كانش الهاكم التكاثر، راه عرض بالمحيط احنا ونتفاعلوا معاه. وهذيك هو معنى ولا هذا بالنسبه للميلاد المسرحيه. كيف جاء المشروع مع المسرح الوطني التونسي؟ المشروع مع المسرح التونسي هو الاختيار كان معناها وراه اهداف، لانه انت تعرف حسام يعني بالرقص بالذات ماهوش المسرح، مش السينما، مش الموسيقى، مازال يمكن في المستقبل ماشيه الامور ايجابي، قاعده باش تتحسن تدريجيا. انا جاي من بعد المستقبل، مش نكونوا ايجابيين، مشروع مدينه الثقافه، ولكن حتى المده الاخيره الرقص بالذات ماهوش مقنن، ماهوش مؤسس، فماش كيما ديما نرجع للمسرح خاطر اقرب لي، ما فماش تكوين على مستوى اكاديمي، ما فماش معناها ادا لا كرياسيون تخلع القواعد لعبه كيما في المسرح، ما فماش توزيع، بمعنى انه الرقص قاعد ديما معناها هذوكم لكن نزينوا به
ونحن حفل والفنان يغني والرقصين في كليب وكل المنطقه ذاك كله في نفس الوقت. في نفس الوقت وانت شاهد خاطر كل دايره في نفس الوقت تلقى فما ناس كيما ايمن الجمعه ولا ايمن سماوي ولا ملك سبعي ولا قايمه المهم ناس عندها كارير تاع 25 و26 و27 سنه وهي تقترح في اعمال معناها تخضع لقانون اللعبه المسرحيه وين يخرجوا لبرا اكيد يكونوا أكيد. وكانوا زاد في مستوى عالي وكانوا في 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 منافسه كبيره مع بلدان مش علي. مؤسس برك المسرح في الرقص فيها يعني تقريبا اللي سميتهم تو والقائمه الطول زاد في اسماء أكيد اخرى أكيد. مش من نفس الكل إيه. لا القائمه طويله كانوا معنا. كل مره وين يمشيوا المهرجان كبير لبرا منافسين اشد على في جميع انواع الرقص أكيد. يعني في الكونتومبوران في الكلاسيك في اللي تحب انت كانوا موجودين لكن على الغالب في البلاد لليوم ما فقناش اللي هذا راهو قطاع وحده راهو يلزمه مؤسسه راهو يلزمه تكوين راهو يلزمه هذا كل تنجيو بعد شويه نحكيوا على المشروع نتاعكم اليوم في مدينه الثقافه واللي انت من العباد اللي فيه. خلينا في الهاكم التكاثر عنوان الهاكم التكاثر كيفاش جاء الفكره ما بين فوسكوش والهاكم التكاثر؟ فوسكوش هي المعنى واضح يعني مش بترجمه حرفيه اجهاض كما قلت انا حلمت بحكايه نسخه بالحق بعد ما راعني بالنتيجه بيان سور مش من فراغ النتيجه تقول في بالنا في تخلق سكون في ان نوفو ني ان بيبي تونس جديده اللي حلمنا بها ما رانا كان في طاح في شطر الثنيه هذا هو من غادي جات فوسكوش كذبه لهيكم التكاثر اللي نشوفه هو صراع بشتى الوسائل حلاله وحرامه تجاره حقوق الانسان تجاره الدين وتجاره الناس كل تاجر في كل شيء جست من السلطه للبقاء للتمركز للتموقع للترشح ما غادي معناها اللي صار في تونس العباد لها تكاثر على السلطه فقط ما غادي الاقتباس من النص المقدس من القران كلمه الهاكم التكاثر وبوليميك كبيره صارت عليها بعد تصريح نجيب خلف الله في اذاعه موزايك وسحبه للعنوان بعد تصريح الفاضل الجعيبي مدير المسرح الوطني وبعد سيل من الحبر ومن التصريحات ومن المواقف وبوليميك كبيره صارت على الحكايه هذه ما خفتش مش ما خفتش نجيب علاش اخترت الزنقه هذه نتاع اختيار نص اختيار عنوان ينجم يكون يهزك في ثنيه تغير تهربك زاد على المعنى الحقيقي للمسرحيه ولا للنيه الاساسيه؟ شوف انت مخرج مسرحي بالاساس وممثل بالتالي العنوان في حد ذاته هو حمال لي اكيد معاني. اكيد يعني اختيار العمل فيه نجم نقول لك معناه فيه بروفوكاسيون مقصوده الى حد ما اللي كيما قلت ديما نرجع نقارن الرقص ديما ما عندوش جمهور اصحابنا في بعضنا نتفرجوا في بعضنا مي كي تحط انت عنوان فيه بروفوكاسيون اي بروفوكاسيون ايش خلينا نشوفوا احنا وين وخلينا ندخل نطرحوا ديبا وخلينا نشوفوا شنو هي المشكله وشنو الحلول معقول معناها ما نجمش انا خاطر باقي قاعد عندي مشكله نطرح في الرقص ماهوش الرقص المداول المعمول به في لاماس خاطر التلفزه تاثر تحكي على كتابه اخرى على عرض اخر على حاجه مختلفه العنوان انا في الباركور كله العناوين كلها كانت الى حد ما فيها البروفوكاسيون فالس ومنامة محيرتيكا طريزة معناها على اضعف الايمان انك تجذب الانتباه من مجرد العنوان هيكم تكاثر بالذات اعني ما اقول وشاريها شاريها الحكايه وقصدها محضر روحك محضر روحي الى حد ما الا انه ديما نرجع اللي صار ريالمون في البلاد أيه. شفنا احنا كيفاش اللي فات تاع بيرسيبوليس لافريكا خاطر هما عندهم ماكينه يخدموا كوم يلفو كيفاش توظفت اعوذ بالله من كلمتين انا ما حبيتش نكون سبب انه نعطي الفرصه باش يركبوا على حدث ويعطيوها اكبر من حجمه ويعاودوا يبرزوا لانهم هما في مرحله بعد ما صارت المشكله في جامعه سفاقس والى اخره وطور خماده قاعده تتغير فرصه لهم هما باش يركبوا ويعاودوا يبرزوا ويتموقعوا من جديد ما نعطيش الفرصه انا شنو المشكل؟ ما هو تحطت اي الحكايه شنو؟ تعديت في نسمه في الوطنيه في الاذاعه في شيء ما صار شيء ما صار كي تفطنوا الحكايه انه نجموا يستغلوها ويعاودوا يرجعوا يتموقعوا ركبوا على الحدث اون تيرم دي استراتيجيه هو كل واحد انا لا املك الحقيقه مي من حقي باش نختار الوسيله والطريقه اللي انا نتصرف بها في الموضوع هذا واضح غيرنا الحجم تفاديا للتصعيد ثم بعد ذلك سمعت وصار الديبا اللي هو ريال مو ما صارش ريال مو شنو تكلمنا شويه وتور دي نتابل 20 من 20 واحد وفي تسكر الموضوع دونك القضيه ما طرحتش نتاع شنو الحدود ما تحلش الديبا اللي لازم الديبا اللي انا سيتي ان اوبجيكتيف بارمي دوت باش يتحلوا وتقول انت هاتهم فضوها هاتهم فضوها هات نفقوا ما صارش ما صارش خاطر ما ثماش ديزارجيمون بالنسبه للمجموعات دونك وصلت الحكايه حتى الاعتداء بالعنف انا نجيب خلف
الاعتداء بالعنف انا ما نحبش نركب على حدث هي صار حادث ما عندي انا لا الحقيقه مره اخرى لانه كما نجم يكون بركاج كما نجم يكون من وراء العنوان دونك ما نجمش نقول راهو على خاطر الهاكم التكاتر جيتي اجريسي ما عنديش دليل بالتالي ما نرميش التهم جذاف جذاف سامحني نجم تكون وارده نجم تكون بركاج حبوا يفكوا الساك الله اعلم ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط مي اللي نعرفه اني انا جو قاعد ليت راس حتى لتو لاباس الحمد لله فوالا بعد البوليميك اللي صارت ثم مجموعه حتى من الفنانين جاؤوا ضد نجيب خلف الله قالوا كيفاش يسلم كيفاش ومواقف اكيد حزت في نفسك نجيب اكيد, أكيد ما عجبتكش اكيد ما تمنيتش ما تمنيتش الحقيقه لانه كما تعرف حسام احنا ماناش برشا ونعرفوا بعضنا ومعناها من 20 سنه اللي تغيظك ان الناس تعرفك حق المعرفه تعرف الباركور اللي هم اصدقائك اللي هم خدمت معاهم تعرف التيران تعرف الباركور تعرف المعاناه في الرقص مش باش نشكي جوجو با الفيكتيم باسكو سي با فري انا شويه ان فري ميليتون في التيران وقت الدانس مازال منعوت بالصباع مش وقته احنا صادمين من حتى شيء افيك زيرو مليم ودي زاني واحنا شادين في التيران كل واحد يحارب في بلاصته انا من المحاربين في التيران باش نجي اليوم جباس ليبرا من الناس اللي هي تعرف حق المعرفه شكون نجيب خلف الله تغيظ كوميم تغيظ تغيظ مي شحال ما نقول نحترم الراي المخالف قالوا الى بوندوني الى بيسيليبرا هذاك الكل انا نحترم رايهم مي نقول اخويا ترى موجود الناس الكل واللي يحب يحارب يمشي يحارب انا عندي طريقتي تقول انا عملت علي طريقتي عملت علي وهذيك وجهه نظر نتحمس مسؤوليتي فيها حاج بعنوان ستين استراتيجي ولا تكتيك ولا سمي اللي تحب ودليل العنوان اليوم والعنوان مرحلة هي باش ركحت الأمور على يتم الناس كل يمشوا في التكسير والضرب والمضروب يستم يظهر لي أنا العمل في حد ذاته أهم من العنوان أهم يعني جدا ينجم نفس العمل يحمل ألف عنوان ونجم ما يحملش حتى عنوان أصلا مثلا وثم مثلاً. ثم مسرحيات وثم عروض في العالم بلا عنوان مثلا ثم مسرحيات بثلاث نقاط عنوانها مثلاً. ثم اللي تقترح أنت عنوان وهذا مقترحات كل جمالية ولا عادي على الأخر باش يكون ثم التجريب في اختيار العناوين وفي غيره العمل في حد ذاته هو الهدف العمل اللي تعرض الليلة العشرة متاع الليل في مسرح الهواء التلق بالحمامات المسرح المزيان هذا كيفاش حضرته نجيب بذولي تقنيا كنت نشوف الأولاد قدور ومهدي بذولي تصبيح البارح وما يحضروا خاطر تقنيا مسرح الوطني زاد يعطيهم الصحة الأولاد خدمة كبيرة يخدموا فيها هو الحقيقة كنا نحبذوا انه تكون فما ليلة رولاش كوم سا اون فريمون لو تون بالراحة بالراحة نخدموا بالراحة انه اون مي معناها تو سكي تكنيك اون بلاس بما انه البارح فنان زياد غرسة زياد غرسة هذول يروحوا ماضي ساعة كمل مخر شوية كمل مخر شوية مي ليكيب تكنيك مشكورة بالحق عملوا مجهود جبار للثمانية ونص تاع الصباح وما يخدموا الشمس سي ما عادش ينجموا نص النوم صابحين والدنيا ضويت والشمس مازال عندنا تو شويه وقت قاعدين للمسات الاخيره وان شاء الله كل شيء يشد بلاصته كل شيء يشد بلاصته باش الجمهور يجي الليله يلقى عرض كامل متكامل فيه الامكانيات الكل ظروف الانتاج في المسرح الوطني نجيب خلف الله والله ظروف الانتاج قول انا بور اون فوا انت قلت لي قبيله علاش يعني علاش التجربه هذه هي ماهيش بريئه الحقيقه لانه كما قلت لك رقص معناها عندي سنين نخدم وحدي دونك اكثر اعمالي ولا اغلب الاعمال سولو نعمل شوم بعد نعرض عرض ولا اثنين وتوفى وتبي اوبليجي باش تدخل في مشروع جديد في كرياسيون جديده كانك عندك جرات حاضره تجيب منهم سكي بافري وانت تعرف قلت المره هذه باش طلع في البارا شويه معناها مقصوده وحتى ليكيب اللي معايا ماشي لامفري برودكتور فوالا حتى الاولاد اللي معايا والبنات قبل ما نبداو نخدموا متفقين انه راهو العمل هذايا عباره هديه من نجيب خلف الله لنجيب خلف الله تاع نغلق على 50 سنه في عمري دونك كانت عليكم تكاثر في المسرح الوطني باش ما تتعداش انا بيرسي باش تاخذ حظها احسن عيد ميلاد احسن عيد ميلاد والحقيقه معناها خدمنا دون دي كونديسيون بروفيسيونيل كيف اي كومباني في العالم جافي ان ريبيتيتور وائل مرغني جاب ذمه من فرنسا مروان روين معناها كولابوراسيون ارتستيك ويكيب معناها دانتربريت من احسن ما فما في تونس ورايا ماكينه اسمها المسرح الوطني في الانتاج في الدنيا دونك بور اون فوا خدمنا دون دي كونديسيون بروفيسيونيل بالتالي النتيجه كانت انا ساتيسفي الى حد ما بالشيء اللي عملناه فوالا تربيا نمشيو نحكيو شويه على مدينه الثقافه ومشروع مدينه الثقافه واليوم يظل مش تولي عندنا مؤسسه للرقص في تونس بور اون فوا نقولوا احنا بعد السنوات هذه نقول 2018 2017 2018 شو اللي ثم مؤسسه للرقص فسر لنا شويه نجيب كيفاش بالضبط قاعده تصير والله هذه حاجه هامه وهامة جدا من لأنه معناها مبادرة من الوزير في علاقة بالمدينة أنه الرقص يكون موجود
بالتالي احنا تسألنا شنو معناها اللي يلزم نحطه كمشاريع باش الرقص هو ياخذ حظه كبقية الفنون. بالتالي اول ما بدينا قلنا شنو اللي ينافس، اهم حاجه هو التكوين، التكوين. بالتالي يلزم تاسيس هيكل يعتني بالتكوين اللي خرج راقصين محترفين اللي هو مش موجود، وهذا وارد سي ان بروجي اون كور. ممكن ممكن ان كونسرفاتوار معناها للدونس، التكوين معناها باش تخرج دونسيرات محترفين، سي با دي زاتور، سي با لو كلاسيك اون فوا بار سيمين او دو، سي اون ايكول على شكل انترناسيونال تخدم تخرج المدارس الكل تخرج راقصين محترفين. هذا من ناحيه اللي هي حاجه مهمه التكوين. ثم باش فما لو بالي دو لوبيرا دو تونس اللي هو مشروع زاد، خاطر كيما تعرف في العالم كل بلاد عندها البالي نتاعها، عندها الكارت بوستال نتاعها نقول انا، كيما كانت في القديم مع بورقيبه فرقه القوميه الفنون الشعبيه، سيتي لا كارت بوستال تاع تونس اللي مثلت تونس في العالم. وهذيك اما سي بون فات المرحله هذيك لازمنا نشوفوا مرحله ما، ولو انه المشروع باش يعاود يتجدد باش يكونوا موجودين الفرقه هذه موجوده اكيد بالتوازي مع البالي دو لوبيرا دو تونس. وفما اون باراليل اللي هو مشروع هام جدا زاد لو كوريغرافيك، سونتر كوريغرافيك اللي هو باش يعتني بشبيبه، خاطر احنا عندنا جيل تاع شباب تكونوا دون مانيير او دون اوتر، خاطر فما فولونتي وفما غرام وفما جديه، يون جينيراسيون دو كوريغراف با لي دانسور، لي معاش نحكيو على لي دانسور، نحكيو على لي جون كوريغراف، لي جون كوريغراف يلزمهم سي سونتر باش يكملوا هما يتكونوا كوم كوريغراف، يعني كوريغراف سي بلو ان دانسور قاعدين تاج اخرى. وكل مره يخدم سو معناها سو ريزيدونس دو كرياسيون، يجيب دي زانفيتي من برا بور فيرمي لي جون، معناها فما تروا زاكس بور لا دونس في المدينه، وان شاء الله نوصلوا بسالم معناها. اش قاعدين تعملوا بالضبط؟ ثم دي ستاج دو فورماسيون، توا ثم جون دو كاستينغ في الجهات قاعدين تعملوا فيه توا. اي كوم احنا هذه المدينه ماهيش مختصره على سكان العاصمه، معناها تكون الناس الكل عندها فرصه وحظ، خاطر فما كفاءات طاقات شباب بالحق قاعدين ندوروا احنا في الولايات، عملنا توا 6 ولا 7 ولايات. كنتوا درنيرمون في زغوان؟ كنا زغوان، نمشي زغوان وقاسرين سيدي بوزيد طبيعية، ومازالت قائمه طويله باش ندوروا شنو سي دي ستاج دو دونس، منه ستاج دو فورماسيون، منها مش كاستينغ مي كابتاسيون، كان فما دي زاليمون دي جون اللي نجموا يلتحقوا بينا من بعد لتونس باش يكونوا في فرقة البالي ولا فرقة البالي تراديسيونيل اللي حاب يعاودوا يخدموا عليه، ولا في سونتر كوريغرافيك. دونك سو فورم دو كاتينغ معناها. حاب نسالك هنا نجيب جوست، حاب نسالك على مدينة الثقافة، هل تنجم اليوم تحل باب قدام الراقصين التوانسة باش انهم يكونوا موجودين في العالم، سيرتو اللي الرقص في العالم موجود، الناس عندها تقرا في الأكاديمية تقرا في المدارس، لكن تونس علاش لليوم معناتها ما فماش هكا الثنية الواضحة بالنسبة للرقص؟ جوستومون توا المشاريع هذه اللي حكيت عليهم الثلاثة، مثلا كي نحن نقولوا سونتر كوريغرافيك، سونتر كوريغرافيك هو زاد باش يكون مخول له انه يبعث دي جون اترافير دي بورس pour se former à l'étranger dans des écoles reconnues ou l'axe c'est صحيح معناها باش نجيبوا احنا اساتذه معناها دو كاليتي باش يزيدوا يكونونا لهنا، ولو انه كي نحكيو على لي كومبيتونس توانسه راهو عندنا معناها من خيره ما فهم وبرشا توا كوم التيران فراجيل لي فالور معناها انا معناها دونسور توانسه في فرنسا معناها تحسب تغلط وكلهم في دون دي كومباني معناها بليز او موان امبورتونت في فرنسا ولا غير فرنسا. دونك علاش الكفاءات هذه ما تكونش في تونس؟ علاش في فرنسا؟ حتى للبارح ما فماش التيران اللي خولوا لهم باش يصبروا لهنا ويقعدوا، وفما سويفي وكونتينيتي وبروجي. توا في جديد بارابور للشيء اللي باش يتاسس توا ينجموا يقعدوا يقراوا في تونس ويتخرجوا من تونس ويكملوا مشوارهم في تونس كدونسور بروفيسيونيل ولا كوريغراف بروفيسيونيل. فوالا الليله العرض نتاع الهاكم التكاثر فاسكوش في مهرجان الحمامات الدولي يظهر لي امتحان مهم. مهرجان الحمامات الدولي العرض كما فاسكوش مهرجان اللي كرم المسرح كل عام يكرم العروض الراقصه، اختيار العرض الوحيد يظهر لي من عرض راقص تونسي ولا مسرحيه راقصه تونسيه يظهر لي مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره صديقي، ديما نرجع لك نقول لك انت تعرف اي مي والله انا تخوفت شويه من الاسباس لانه الهيكم التكاثر كتبت في بوات نوار بارابور الاسباس، دونك فما سبيسيفيسيتي
اسباس نو سي ان شوا وبوات نوار ولعبنا على لا فورس دو لينيرجي وارتدادات اللي تصير في البدن ولا ماس والليستيري اللي هي في قاعه مغلقه دونك نتخوف شويه الحقيقه من الشانجمون تاع الاسباس. حاولنا نقربوا شويه للاسباس اللي تكتبت عليه البياس بالاساس والاولاد تبارك الله حاضرين. خدمنا عندنا مده معناها واحنا نبربوا جماعه حاضرين ومسؤوليه وان شاء الله ربي يوصل بالسلامه. ربي يوصل بالسلامه ما تصيرش فوسكوش يصير فوالا ان شاء الله الولاده بالحق. بعد شويه باش نكونوا بعدين على الاولاد نتاع اكسندا جبالي وائل مرغني ومروان روين باش نكملوا نحكيوا على مسرحيه اراك اللي تعرض الليله. شكرا ليك نجيب كاب اف ام الكلمه ليك.